نعم، بداية تحياتي لك وللمشاهدين الكرام، شكرا على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا. بالنسبة لموضوع هدنة إنسانية، فهو موضوع الهدنة مستبعد هذه الأثناء، خصوصا بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. يعني العدو الإسرائيلي عرض موضوع الهدنة أكثر من مرة، ولكن المقاومة الفلسطينية رفضت هذا، لأن اليوم أنت عندما تذهب إلى هدنة إنسانية، الهدنة تعني بأن من بعدها الحرب ستستكمل، أو إطلاق النار سيستكمل، وبالتالي العدو الإسرائيلي يطمح إلى تحرير الأسرى في أيدي المقاومة الفلسطينية وفي أيدي حماس، ومن ثم استكمال الحرب للقضاء على غزة، واستكمال التهجير، واستكمال سفك الدماء، وإبادة العائلات، وضرب النساء والأطفال. وهذا يعتبر يعني موضوع بعيد المنال، بأن يحصل العدو هذه المرة على هدنة فقط يأخذ من خلالها أسراه، ومن ثم يستكمل الحرب. موقف المقاومة الإسلامية أو المقاومة الفلسطينية واضح جدا، وهو بأن لا حل ولا ذهاب إلى وقف إطلاق النار، إلا عفوا إلى تبادل أسرى، إلا بوقف إطلاق نار شامل ومفاوضات غير مباشرة. وهذا هو المنطق، يعني ليس من المنطق أن تذهب إلى هدنة مؤقتة ومن ثم تستكمل الحرب على أهالي غزة التي فتك بها الجوع والتشرد، وهناك عائلات بأكملها مسحت عن السجلات ودفنت أيضا بمقابر جماعية، وشاهدنا لقطات حي الشجاعية كيف غدا، يعني لا حجر ولا بشر ولا شيء نهائيا. نعم لذلك أعتقد بأن مجلس الأمن أجل التصويت مرتين وثلاثة، لأنه كان يناقش هذه النقطة، يعني يريد حل شامل لوقف إطلاق النار يتفادى الفيتو الأمريكي. لذلك هي هذه، هنا تكمن التفاصيل، هنا تكمن الأمور التي يعني قد تصل إلى حل، وهو تأمين حل شامل بدون فيتو أمريكي. أستاذ حسين، هل تشكل الخسائر الإسرائيلية في قطاع غزة والانقسام الداخلي عامل ضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؟ طبعا طبعا، اليوم إذا رأينا المفارقة يا زميلي، هي بأن الإسرائيلي هو من أتى إلى القطري وإلى المصري وطلب الوساطة لهدنة أو لوقف لإطلاق النار أو لعملية تبادل، لأن الضغط السياسي والضغط على حكومة العدو والخسائر التي يتكبدها، مما أدى إلى سحب لواء جولاني وألوية النخبة، لم تعد تطاق. يعني الرأي العام يسخط بشكل كبير جدا على حكومة العدو، ونتنياهو بات يعرف بأن عمره في السياسة وعمره خارج السجن هو من عمر هذه الحرب. لذلك يعني هذا الضغط ساهم بشكل كبير، ويساهم بشكل كبير ليزيل العدو الإسرائيلي العقبات بطريقة ممكن أن تحفظ ربع أو نصف ماء الوجه الذي جراء العملية وجراء البطولات والضربات التي مني بها أمام المقاومة. وهذه هي اليوم المعضلة، يعني يريد أن يخرج بصورة لا تعطي الانتصار لحماس، وهذا ما يؤخر الموضوع، لأن حماس منتصرة عاجلا أم آجلا، فهذا ما يحاول أن يتفاديه العدو. أستاذ حسين، الحديث عن مرحلة ما بعد غزة، هل هو سابق لأوانه أم يسير بالتوازي مع المعركة الدبلوماسية وحديث عن عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع أو إدارة دولية هناك؟ يعني شوف صديقي، كان يتكلم العدو الإسرائيلي أول الحرب بموضوع ما بعد حماس، لماذا الآن صار يتكلم ما بعد غزة؟ أعتقد بأن هذه السقوف التي يضعها العدو الإسرائيلي هي فقط للضغط الدبلوماسي والضغط الإعلامي. لا أعتقد بأن العدو يعرف أصلا، وهناك أيضا نشر في الصحف الإسرائيلية موضوع معضلة ماذا في اليوم التالي، يعني ماذا سيفعل الإسرائيلي. الإسرائيلي لم يحقق أهداف عسكرية في غزة، الإسرائيلي استفحل في المدنيين، وهذا في قاموس العسكر يعتبر إفلاس في القاموس العسكري، لأنه ضرب المدنيين والوحدات السكنية والأفران والمدارس ووصل إلى المستشفيات، هذا من الإفلاس العسكري. أما اليوم هو سيطر على نفق كان أصلا أساسا خارج الخدمة، وأثبتت المقاومة أنه خارج الخدمة. لذلك هناك، يعني عندما تتكلم عن ما بعد غزة أو على فرض شروط ما بعد حماس أو السلطة الفلسطينية أو غيرها، يجب أن يكون لديك إنجازات عسكرية فعلية على الأرض، يجب أن تكون قد
قد وجهت لحماس أو للمقاومة الفلسطينية في داخل غزة ضربات لا تستطيع القيام منها، وأنت لم تحقق أي شيء من هذا، فعلى أي أساس تتكلم في مرحلة ما بعد غزة أو تتكلم في مرحلة ما بعد حماس وأنت أصلا من تفاوض من أجل الحصول على هدنة بسبب الضغوطات والخسائر التي تمنى بها؟ هذا ضغط إعلامي دبلوماسي وتساعد به أمريكا وتساعد به الدول الأوروبية، ولكن المقاومة ثابتة على موقفها. اليوم المعضلة الأساسية هي صمود المقاومة واستكمال هذا الصمود من أجل الوصول إلى مفاوضات غير مباشرة وإلى تبادل للأسرى ووقف كلي لإطلاق النار، ومن أجل تثبيت خسارة وتثبيت هزيمة لإسرائيل عسكرية استراتيجية على الأرض فعليا رغم الدمار والمجازر التي قامت بها. أشكرك جزيل الشكر الخبير في العلاقات الدولية حسين شعيتو على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت.